أكثر استعادة للكرة في المونديال. أحمد فتحي بطريقة أدائه بأسلوبه واحد من الناس اللي دايماً عندها قلب إن هو يخش يجيب الكرة وما بيخافش إن هو مثلاً حد يعدي منه أو أي حاجة تانية. هو عنده القوة ودايماً عنده باور وبيعرف يتوقع صح الترقيصة جاية إزاي، ودي بتيجي برضو بالخبرات وبتيجي ان هو ما شاء الله دايما جاهز ذهنيا وبدنيا لهذا الامر. فاحمد فتحي من اللعيبه اللي خدت اكثر لاعب استعاده للكره في المونديال.